Sekt. Turkey. Check. Wow. Down. Up. Speak. Wow. Three. Wow. Three. Good. Yeah. Through. Bravo. Set. Down. Down. مرحبا، تحياتي مشتركين قناة تي جي دوكس ترينينج. إذا شاهدنا أول مرة، أنا اسمي توفيق. اليوم راح نسوي على طلبكم إن حلقة واحدة كل الأوامر، وإنه أي أمر راح تشوفه إذا ما افتهمت كل زين تقدر راح تنزل على الوصف أسفل الفيديو وراح تلقى كل الأوامر موجودة نتعرف عليها بعد الانترو. طبعا مثل ما تشوفون هنا أنا عندي مكافآت أكل، بس بالعادة المفروض هو ما يأخذ أي مكافآت لأنه هو متدرب ومخلص مكافأته حاليا هي الجود والطبطبة كافية عليه. بس ليش دا أستخدم هذه؟ حتى أشوفكم الطريقة 100% شون إنه الواحد يسويها. ستيلا ست. طبعا نو أول أمر اللي هو شيك هاند. تمام، تلزم المكافأة بيدك اليسار، ترفع، ماكو علاقة هو الكلب مات يده، يرفع ترفع يده جود برافو، تنطيه مكافأة. تمام، ما تعطي أي أمر ولا أي كلمة، كل عليك تسحب الإيد جود برافو، بعدها تربط الكلمة اللي هي سيت سيت، بعدها تربط الكلمة إنه شيك هاند أو سلام، وإنه حتى إذا ما رفعك ترفعها بيدك شيك هاند برافو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو الأمر الجلوس. شلون نقدر نعلم الكلب على أمر الجلوس؟ أكو طريقتين نقدر نعلمه بها. الطريقة الأولى أب أب أب، إنه ندوس ظهره ونعطيه مكافأة. تمام، بس هاي بحالة إنه الكلب كلش إنه ما توصل لفكرة إنه هي الطريقة الصحيحة اللي بالجلوس. الطريقة الثانية إنه هيش نرفع إيدنا شوي شوية بحيث الكلب يباوع عليها وإنه يضطر انه ينحني ويقعد. جود كير، شطوره، وصلت. انه الطريقه الثانيه اب، انه نرفع ايدنا فالكلب انه يضطر انه يباع على المكافاه فيضطر انه يقعد. فمن البدايه مثل ما انه سوينا بالشيك هاند، انه اول شيء انه نسوي له الحركه وبرافو، نسوي له الحركه برافو ويا المكافاه، بعدها انه ننطي الكلمه مثلا سيت وياها انه من يقعد نعطيه المكافأة بعدها. امر داون كلش سهل وبسيط. الكلب تعطيه امر ست، بعدها تنزل ايدك لي جوا، شوف انه الكلب راح يضطر ينزل صح. بعدها اكثر من مره تسويها، 3 مرات 4 مرات هالطريقه هذه، ظلت انه لحد ما انه الكلب يسوي وضعيه الداون. بس سواها وانه شفتها ضبطت، دخل له كلمه داون داون، تسوي هالحركة برافو. أهم شيء من ندرب الكلب منظل مثلا نقول داون 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 داون، بهالطريقة راح تخلص الكلب وما راح توصل الفكرة ولا راح تنربط الكلمة. الأمر الرابع اللي هو احنا نريد الكلب ينبح. تمام، شلون طريقة نخلي بيها الكلب ينبح؟ تكون بيدك مكافأة ومجرد تستفز الكلب بحركة ايدك، برافو. اول ما تسمع نبره النباح حتى لو بس انه هيك يعني بس طلع صوت، كافئ الكلب وتطيه مره مرتين. بعد يعني هم نفس الطريقه انه نربط الكلمه بال انه الامر تطيه اللي هو سبيك 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 جود سبيك برافو. الامر الهير اللي هو كلب انه تعال يمنا، انه كل اللي عليك لحظة نحول الواير. تعال ستيلا ستيلا. امر هير انه الكلب يكون يمنا، لا نو كم هير، انه تسحب الكلب بمكافأة برافو كم برافو، شطورة مرة مرتين ثلاثة، بعدها نربط كلمة هير هير كم هير كم، يلا هير
هير ستيلا بس خلي اوسع تعال يلا هير هير هاي هير برافو ست. طبعا العلم امر هير هي ما اخذتها انه غير بس الحصه اللي سويتها قدامكم الفيديو اللي نزل قبل فتره. هسه راح نعطيها الامر ثرو. امر ثرو الفرق بينه تكون بيدك مكافاتين، مكافاه تسحب بيها الكلب، مكافاه تكون بيدك من هنا عمود يجي من وسط رجلك. برافو. طبعا مثل ما قلت لكم البدايه تكون تعي سيلا تعي مكافأة بيدك تسحب بيها الكلب لحد المنطقة، ومكافأة تسحب بيها الكلب من هنا انه تطيع امر ست بعدها وتطيع مكافأة. تعال سلا مكافأة نسحب بيها الكلب لحد هنا هي مكافأة تلوخ اصلا اللي بايد الثانية عمود يفتهم ونطي كلمة نطي مكافأة ونطي امر نطي انه برافو ونحفزه بالكلام. بعدها نربط الكلمة ثرو بالحركة أب ثرو برافو برافو. بس الشيء البتوين إنه حركة هيش نسحب الكلب برافو لحظة يدي الثانية هاي هاي برافو يلا يلا برافو شطورة. بعدها نربط الكلمة good between between أسرع برافو sit down. تشوفون الكلب وين مايل أكثر هاي الجهة أو هاي الجهة؟ وين مايل هسه عندنا الكلب؟ مايل على هاي الجهة. فشو تسوي له؟ برافو برافو ستيلا. كم ظل جوا جوا هاي دقيقة جاي ورا يلا داون جود برافو. بعدها نربط اب بعدها نربط كلمة البوم او اي شيء انت اختيارك وانه ندخلها مثلا بوم برافو بوم بوم كود شطورة شطورة. فالأوامر هي كلها سهلة بس يحتاج لك شوية صبر. ماكو أحلى من التدريب، ماكو أحلى من إنه يكون عندك كلب إنه متدرب 100%. إذا حبيتوا هاي الحلقة فضلا وليس امرا انه تحطوا لي لايك عمود اعرف انه اني دا اقدم لكم محتوى دا يعجبكم، وانه شجعوني بالاخير انه اقدم لكم حلقات ازيد واكثر. تحياتي لكم، مع السلامه.